وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال يسأل يقول: هل من السنة أن يكون طول المسواك شبرا واحدا؟ الحنفية والمالكية والشافعية يستحبون ذلك، والحنابل يقول يكون عرضه كعرض الإصبع. وعلى كل حال، الاستحسان لابد أن يكون له دليل من الكتاب والسنة، ولم يصح في من السنة حديث في هذا الموضوع، أي أعني في طول السواك أو في عرض السواك. فكل على حاله، فكل على حاله، إنما هو استحسان لأتباع هؤلاء الفقهاء كما ذكر ابن عابدين في الحاشية والمجموع شرح المهذب وفي المدونة وفي الإكليل على متن خليل من كتب الأحناف والمالكية والشافعية. ومن أراد أن يجعله شبرا فلا حرج، أقل من ذلك أيضا فلا حرج، فالأمر في ذلك واسع، ولم يصح في المسألة حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم.